اهلا بنات خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا لافت الحمد لله وجدات. المهم افتتاح ان شاء الله غادي يكون يوم الجمعه مع الساعه 6 مساء. اللي بغات تجي تحضر مرحبا بها، واللي بعيده راه القلب ديالها غيكون معنا ان شاء الله، وغنصور لكم الحدث ان شاء الله. المهم انا غنصور لكم باش تشوفوا المكان. هنا راه قريب جردة السبع، كاين المقتصديه وكاين هنايا قهوه مقاضوة، يعني المحل راه باين وواضح. ان شاء الله تشوفوا تعاونيه بالنار، غتلقاوها ان شاء الله للزيوت الطبيعيه والمساج والتدليك. المهم لا داعي نكتبوا انواع العلاجات. هنا راه الشباب ديالنا معاونيني، الله يجازيهم بالخير والاحسان، حتى هما غادي يحطوها في صفحه الفيسبوك باش ان شاء الله يعاونونا على اننا نوصلوا الميساج او نوصلوا العنوان، باش اللي بغات تجي مرحبا بها ان شاء الله. واللي بعيده راه غنسجلوا لها ان شاء الله الافتتاح، تشوف بعويناتها راه بحال كاينه معنا. نتمنىكم تدعموني ان شاء الله بقلبكم، اللي عزيزه علي نعيمه غنشوف التهنئه او غنشوف القلوب ان شاء الله اللي غوصلوني. انا سعيده ان شاء الله بكم، دعواتكم كتوصلني ان شاء الله، وهانتوما راه كنحاول ما امكن. المهم كاين هنايا قهوه مقادور، ومن الجهه الاخرى كاين جردة السبع، يعني الحي الشارع اللي فيه الشيخ زايد، كلينيك الشيخ زايد راه ما بعيدش. المهم راه كلشي كيبان لكم هنايا، وان شاء الله يكون افتتاح يكون زوين. اللي قريبه وبغات تحضر مرحبا بها، واللي بعيده ان شاء الله راه القلب ديالها غيكون حاضر معنا، وتحنا ان شاء الله نوصلوا لكم الدعاء. الله يحفظكم من الهم ومن الغم. غنخلي الرقم التليفون ان شاء الله اللي بغات تتصل، اللي بغات تعطينا الشكر، اللي بغات تبارك لينا. الله يبارك لكم فيما عز عليكم ان شاء الله، وانا راه في الخلعه الصراحه. حفظكم الله ان شاء الله.